سعادة الأخ حمدان بن ناصر الرميضي ممثل ولاية نزوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا سعادة الرئيس، وأهلا وسهلا بمعالي الوزير. معالي الوزير، لقد استبشر أهالي ولاية نزوة بالمرسوم السلطاني رقم 3/2016 والذي يقضي بتقرير صرفة المنفعة العام لمشروع تطوير حديقة مرفع دارس، والذي طبق عليه قانون نزع الملكية للمنفعة العامة. وإن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الموقع ولما يشكله من مكانة تاريخية وحضارية، وإلى الآن بقى الموقع كما هو، آملا من معاليكم اطلاعنا بآخر مستجدات هذا الموضوع. معالي الوزير، إلى أين وصل موضوع الحديقة العام بولاية نزوة بعدما بدأ العمل فيها من تسوية الأرض وإسناد المناقص لأحد الشركات المتخصص في ذلك؟ فآملي أن تستكمل الإنشاءات، فيكفي انتظارا. عاصمة نزوة الداخلية بلا حديقة، وبعض الولايات يطالبون بالثانية والثالثة. شكرا سعادتك. بالنسبة للتطوير في الأرض التابعة لفلج مرفع دارس، نعم الحقيقة احنا عملنا تصور مبدئي للتصميم. أنا حقيقة بنفسي أخذت لبعض الجهات المعنية الشركاء معنا، كانت هناك بعض الملاحظات تداركناها الآن، أعطيناها لاستشاري لمكتب استشاري، وهذا من متطلبات العمل، والعمل راح يأخذ 53 يوم إن شاء الله تعالى. راح تكون هناك الخرائط التفصيلية بالإضافة إلى مستندات المناقصة، وسيتم طرحها إن شاء الله تعالى. بالنسبة للحديقة العامة، هي في المصادقة المالية الآن، العقود جاهزة، شركة مسند لها العمل، فقط يتم المصادقة على العقد من وزارة المالية، وإن شاء الله تعالى سيبدأ العمل.